متوقعين بالعكس خالص. كلنا كنا خايفين لحد ما الفيلم نزل، كنا خايفين من الفكره باحمد فهمي نفسه وشيف نجيب صحاب الفكره، وقلنا الفكره لو الناس قبلتها الفيلم هينجح لان الفيلم اتقدم بشكل حلو، لو الناس ما قبلتش الفكره نفسها ترفض الفيلم نفسه. فكنا مرعوبين، ما حدش فينا كان مطمن نهائي. فرحنا زينا زي الناس بالموضوع، خضنا جامد بالنجاح فالحمد لله. شركه نيو سنتشري شركه محترمه بزياده بجد، هي شركه بتعمل كل حاجه من اول تحضير، من اول تصوير، توزيع، كل حاجه انها تسخر اساليب النجاح كلها. الشركه مش عايزه اي حاجه بتقولها لها بتاخدها، حتى لو انت تطلبها كطلب بتاخدها بشكل اوردر، ان هي شايفه ان الفنان او اي حد من كرو العمل عايز مساحه عمل فبتعمل ده. معتز التوني على المستوى الشخصي معدي مرحله صاحبي واخويا وحبيبي، يعني احنا بجد اصحاب قوي، بحب الشغل معاه قوي، كميتي معاه حلوه عشان هو اصلا كوميديان وانا كممثل عايز اعمل كوميديا، فلما الاقي مخرج شاطر وهو كوميديان فبيفرق معايا 360 درجه في توجيهاته وفي نصايحه وفي الحاجات دي.